طبعا اليوم رجعت لكم بلوج جديد. شوفون هاي القنينه مال غاز، راح اروح اغيره لانه هاي فارخ. طبعا هذا مال تنور، هسه راح تقولون شنو بالاوروبا من تستخدمون هاي؟ اي هاي عند التنور عراقي، فمن نسوي خبز نحتاج الغاز. هاي سعره ايش قد يمنا؟ 35 35 يورو، هاي يمكن صار 50,000 دينار عراقي. فراح اروح اغيره، اخذكم وياي. يلا خلينا نروح، لا تنسوا اللايك والاشتراك ونبدا. طبعا هاي احنا هسه طلعنا ناخذكم جوله سريعه. حاليا احنا بالطريق تقريبا فت 3 دقائق ونوصل. طبعا بالنسبه لي ما يعرفوني وين عايش، انا بمدينه الست، صاير بين خينت وبروكسل، يعني قريب على بروكسل تقريبا فت 25 دقيقه 20 دقيقه بالسياره، يعني مو بعيد. هاي احنا اعتقد وصلنا المحل، صاير هنا وين هنا ايه هذا. طلعت القنينة وراح ادخل جوا. هاي وصلت، شوفون هاي انواع اللي موجودة هنا، عند هواي انواع. هاي جبت واحد جديد، طبعا كانت 30 يورو مو 35، يعني تقريبا تصير 41,000 دينار عراقي وشوية. طبعا بكل مكان يشتغلون بالطرق، فأنا لازم اروح لمحل ثاني اسمه هيبو، نحتاج كم شغلة. أمين أشوف لكم، هذا يبيع مواد البناء وشغل شي تحتاجه موجودنا. صف السيارة، شوف الازدحام طبعا لأنه هم اكو شرارة ضوئية هنا. شوف هذول جايبين شغلات مال أعياد رأس السنة، كلش حلو والله. شوفون كل شغلات مال عيات. طبعا هذا اي شيء تحتاجه بخصوص مواد البناء، شغلات البيت، صبغ، تشمنتو، رمل، اي شيء تريد موجودنا. شوفناه هاي كله، هاي لامينات مال الأرضية، يعني مو شرط تخلي الكاشي. شوف عندهم شغلات حلوة. هنا قدامك كله تشمنتو ورمل وجيتش. اذا احتاجت حنفية او اي شيء بخصوص المطبخ موجودنا. طبعا من تسأل الموظف اللي اشتغلنا اي شيء تحتاجه يقول لك مثلا روح على الرقم 1 او الرقم 13، ما يحتاج يجي وياك. وهاي خلصنا من المحل هيبو، راح نرجع خلينا نشوف شنو راح اسوي، يمكن اروح اغير التايرات مال السياره. يلا الى العمليات. هذا صديقنا الصربي من شوف شكله شلون صاير. طبعا بس راح اغير التايرات الاماميه، هاي راح اخليها لانه هاي بعدهم زينين. هسه راح اطلع التاير من الويل، هذه الماكينه خاصه. وهاي طلعنا التاير من الويل عن طريق هذا الماكينة. هذا الماكينة يسوي توازن مال التاير براسه، زين بعد لازم يكمل. وهذا اول واحد كان يكمل، بس هذا زين. طبعا هسه خلص التايرات، بس اعتقد بالعصر راح اجيب البقيه همين اكمل الاثنين البقيه، بس هسه الاماميات جاهزه. هذا الجراج انا قبل سويت فيديو هنا بالنسبه اللي يريد يعرف، هذا الرقم موجود، وهذا اسمه كار سيرفيس موجود في مدينه الست.
بس بالموعد. طبعا هسه خلصت من التايرات وراح اخذكم جولة سريعة في شوارع مدينة أوست. هسه انتهى المدارس والدوام وراح تصير اكيد ازدحام في هاي الاوقات. طبعا هاي الشوارع كلها جديدة، قبل كم يوم سووا تبليط، يعني جو حلو ماكو مطر، بس الاسبوع الجاي راح تصير بارد، يعني توصل درجات حرارة الى 12-13. ممنوع والله العظيم ممنوع. يلا مو مشكلة، دخل الشارع ممنوع. هاي محل كردي تركي، واكو مطعم، واكو محل يبيع خبز وهاي سوالف. حاليا احنا باتجاه محطة القطار ومحطة الباصات. طبعا من يصير خريف دائما الوان الاشجار كلها تتغير وتتساقط الاوراق، هاي بعدها مو شيء، بعد فترة كلها تصير اوراق، شوارع حدائق كل مكان. هاك تفضل بدل ازدحام. دائما بهاي الاوقات تصير ازدحام. طبعا هذا فولفو، هاي سيارة S90، شوفون حلوة كلش هاي سيارة، بس لونها اسود. هسه انا بعدي بالازدحام، هاي الطلاب طلع من المدارس ومحط الباص ونادي يشتغلون. والله العظيم ما اعرف، شوف هاي هسه همين دا يشتغلون بهاي الكنيسة قديمة كلش. هاي شنو الورطة، شو وقت اخلص من هاي المكان. طبعا هاي المحطة المركزية هنا، محطة القطارات، محطة الباصات، كل موجود هنا. شوف الازدحام. يابا هسه اني طلعت من البيت ورايح للشغل، الطريق نص ساعة ودق مطر، بس اني لازم افول، لازم اروح الى محطة الوقود افول ديزل وبعدين اروح للشغل. طبعا هسه اني بالطريق راح اروح افول بهاي المحطة ايسو وبعدين اتوجه الى الشغل. من ساعة 1:15 اشتغل لحد ساعة 9:15، يعني بالعشرة اوصل البيت. اللي يشوف سعر الديزل يورو 81 سنت، هذا المحطة دائما افول هنا. وهاي هنا مثل ماركت، يعني بيها اكل بيها كل شيء. طبعا هسه فولت وراح نتوكل الى شركه فولفو. يلا وهسه توكلنا. طبعا لحد الان المطر مستمر بس مو قوي كلش، انا المره مو مباشره على الخط السريع، فدخلت الى مدينه اسمها ايربيميري وبعدين منها اروح للخط السريع. هاي كلها مناطق زراعية ومزارع. وهي الثانية رسميا على الخط السريع، فان شاء الله نص ساعة اوصل اذا ماكو ازدحام، على الاغلب ماكو ازدحام. فحبيت اشوف لكم هذا الفيديو واتمنى يعجبكم، ولا تنسون اللايك والاشتراك وما ظل على 50,000. سوي نشر بين اصدقائك بين الاهل، يعني خلي تكون طلب اخوي صغير. والتحيات للجميع.